بسم الله، ويا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصول. جميعنا تقريبا نسعى لحل مشكلات الواقع الذي نعيشه، أما الفئة الحكيمة في المجتمع فتسعى فوق ذلك لعدم تكرار هذه المشكلات. هذه الفئة الحكيمة تدرك أن تحصين المجتمع من تكرار المشكلات يحتاج إلى فهم التاريخ، أو بتعبير أدق يحتاج إلى فهم قوانين التاريخ التي يسميها القرآن سنن الله، ثم تحويل هذا الفهم إلى ثقافة عامة. حينما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أو حين يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهو هنا يتحدث عن قوانين وسنن تحكم المجتمعات، يتحدث عن نتائج التعاون أو التهاون مع الظلم والظلمة. لو أن الناس فهمت هذه القوانين بشكل صحيح ما وقعت في الظنك الذي تعيشه المجتمعات أو بعضها اليوم. بالعودة إلى موضوعنا، أقول إن تحصين مجتمعاتنا بالثقافة العلمية للتاريخ هو عمل العلماء والمفكرين، ومن المفارقات أن يكون أول واضع لعلم الاجتماع عالم عربي مغربي من أصول يمنية حضرمية هو عبد الرحمن بن خلدون صاحب المقدمة بطبيعة الحال. أقول من المفارقة لأن العرب اليوم هم آخر من ينتج العلوم وأكثر من يجهل قوانين المجتمع والحياة تقريبا، إذا ما استثنينا يعني بعض ممالك أفريقيا. وقد حظي ابن خلدون باهتمام كبير من قبل العلماء، وحصل على ثنائهم سواء كانوا في الشرق أو في الغرب، وما زالت أطروحاته مجالا للدراسة والتأمل والتحقيق. من أواخر من استمعت إليهم يتحدثون عن ابن خلدون ويقدمون فيه طرحا إضافيا ضيف هذه الحلقة، الكاتب والمفكر المغربي الدكتور كمال القصير من المغرب الشقيق. كما قلت، الدكتور كمال كان قد تحدث عن نظرية الفراغ عند ابن خلدون، كما سماها، يعني نظرية الفراغ عند ابن خلدون كما استنبطها هو من المقدمة، وهي نظرية موازية كما فهمت لنظرية العصبية التي قال بها ابن خلدون. فما نظرية الفراغ هذه يا ترى؟ وكيف نفهم بها التاريخ الذي مضى، وكيف نفهم بها الواقع اليوم؟ هذا وغيره من الأسئلة سنطرحها على ضيف هذه الحلقة، ضيفنا الكريم الدكتور كمال القصير. فهيا بنا إليه. مرحبا دكتور كمال. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. ربما استمعت إلى المقدمة. نعم استمعت. يعني ربما أنت بصدد تأليف كتاب بعنوان نظرية الفراغ عند ابن خلدون كما فهمت، ما الذي لديك في هذا الباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أن أشكركم على هذا الاستضافة وهذه الدعوة الجميلة. أهلا وسهلا. وأنا سعيد جدا أن أكون معكم، خاصة أن مأدوبة ابن خلدون هي في الحقيقة دائما غنية بالمأكولات والأشياء الشهية والأشياء التي تتجدد. صحيح. أريد فقط أن أعلق، وفي الحقيقة رغم أن ابن خلدون عاش في بين القرن الثامن والتاسع باعتبار أنه توفي رحمه الله عام 808، إلا أنه في الحقيقة هو مجدد أيضا لهذا القرن الذي نعيش فيه، الذي هو القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، عفوا القرن الخامس عشر الهجري. يعني قد يكون الإنسان عاش في مرحلة لكن تجديده قد يمتد إلى مرحلة لاحقة، هذا بحسب المضمون العلمي الذي يساهم به في العلوم الإنسانية. أريد أن أعلق على بعض الأشياء التي ذكرتها. قضية الفراغ ابن خلدون لم يتطرق إليها، ولكنه كان يحوم حولها. نعم. كان يتحدث عن شيء من هذا القبيل، كان يستخدم مفردات ومفاهيم تشير إلى هذه المسألة، لكنه لا يتكلم عن الفراغ أو كقانون الفراغ الذي صغته طبعا أنا خلال مدة طويلة من البحث، سواء عند ابن خلدون أو عند غير ابن خلدون، سواء قبل ابن خلدون أو بعد ابن خلدون.
هو لا يتحدث عنه بشكل مباشر، ويكتفي بالعصبية ويكتفي بقضية الدعوة الدينية، لكنه يستخدم أشياء توحي بهذه المسألة. لكن في الحقيقة قانون الفراغ أنا استطعت بشكل شخصي أن أرتقي به إلى درجة القانون. أنا في البداية كنت مترددا، لكن بعد الاستقراء بدأت أطمئن لهذه المسألة مع مضي الوقت، مع البحث، مع الدراسة، مع التعامل مع التاريخ القديم والوسيط والمعاصر. ما الأحداث الراهنة حصل عندي أو حدث عندي ما يشبه اليقين بهذه المسألة. دعوني أقول أن قانون الفراغ الذي أبحث فيه والمشروع الذي أبحث فيه منذ فترة طويلة الآن هو في الحقيقة إكمال لنظرية ابن خلدون. هو اقتناع بأن نظرية ابن خلدون في العصبية غير كافية لتفسير كثير من الأشياء التي حدثت في التاريخ. بالمناسبة أنا هنا أريد أن أنبه، وأريد أن أقف عند مسألة أساسية جدا، هو أن قانون الفراغ حسب رأيي هو لا يتطرق ولا لا ينطبق ويتناول التفاصيل اليومية. قانون الفراغ في التاريخ هو يتعامل مع التحولات الكبيرة، بمعنى أننا عندما نجد نقاط تحول في التاريخ turning point، بمعنى أننا عندما نجد نماذج سياسية واجتماعية وثقافية تغادر هذا العالم لتأتي نماذج ثقافية وسياسية ودينية وعسكرية جديدة، فإننا نتحدث هنا عن قضية أساسية اللي هي الفراغ الذي قد يكون بين النموذجين. إذن الفراغ ليس بديهية تستطيع أن تعثر عليه في كل التفاصيل اليومية في التاريخ، ولكنه قضية تتعلق بالتحولات الكبيرة أو التحولات الكبرى التي تقع للإنسانية وتقع للدول والإنسان بشكل عام. أريد أيضا أن أشير إلى مسألة مهمة، هو أنه الآن إذا أردت أن تتأكد من قضية الفراغ على المستوى الإيديولوجي مثلا أو على المستوى الفكري، فأنا سأطرح عليك بعض الأسئلة التي سأجيبك عنها بشكل مختصر. الآن بعد سقوط دكتور الخلافة كمال، العثمانية، ربما نحن بحاجة إلى تعريف قانون الفراغ، ما الذي تعنيه بهذا سآتي، القانون؟ نعم سآتي إلى ذلك بعد أن أطرح هذا تمام النموذج التطبيقي العملي، ثم أعرفه من الناحية النظرية، لأن أحيانا جيد عندما نبدأ بالنظرية تكون المسألة من الناحية التطبيقية غير مستوعبة. صحيح نقول إنه بعد سقوط الخلافة العثمانية إلى الآن، وهو نحن نقترب بعد سنوات من 100 سنة على هذا الحدث الكبير، جربنا كثيرا من النماذج السياسية والفكرية والأفكار الكبيرة والأيديولوجيات الضخمة في المنطقة القومية، ثم وهي كلها كانت ترددات وموجات حدثت ما بعد سقوط الخلافة العثمانية، وكرد عملي على لحظة الفراغ التي دخلها الاجتماع العربي والإسلامي بشكل عام. برزت هناك موجات من التيار القومي بمختلف تشكلاته، ثم الليبرالية بمختلف تشكلاتها، والرأسمالية والاشتراكية واليسار بمختلف طبقاته، والإسلاميين كذلك كصيحة وموجة أخيرة بمختلف تشكيلاتها وألوانها. الآن أريد أن أقنعك بهذا القانون، وأريد أن أكشف له لك عن من الناحية العملية التطبيقية، هل تستطيع أن تقول لي ما هي الإيديولوجيا الآن التي توجد وتسيطر وتؤثر على المنطقة العربية والإسلامية بعد النهاية القومية والليبرالية واليسار والإسلاميين في أوراقهم الأخيرة الآن الخريف ما بعد الإسلاميين؟ أنت الآن سوف تستيقظ على عدم وجود أيديولوجيا ضخمة في المنطقة على غرار صحيح هذه الأيديولوجيات التي كانت تؤثر في المجال السياسي وفي المجال الديني والمجال الاجتماعي، وتولد ردود أفعال على مستوى الأنظمة العربية والمستوى الأنظمة في العالم التي تصوغ وتضع خطط استراتيجية وسياسية وعسكرية على أساس وجود الإسلاميين المتطرفين هنا أو وجود الإسلاميين المعتدلين هنا، على أساس مواجهة الشيوعية وتمددها، وعلى أساس مواجهة الدولة القومية أو ما شابه. الآن أستطيع أن أقول إننا نعيش حالة فراغ من الناحية الإيديولوجية. نحن فيما بعد الإسلام السياسي دخلنا في مرحلة فراغ كبير، وهذا الفراغ في الحقيقة عندما ننظر إلى التفسير النظري للفراغ فإنه رغم أننا نسميه فراغا إلا أنه لا يقبل أن يبقى فراغا. الفراغ هو مثل الثقب الأسود، دائما عندما ينفجر سيحدث لك طاقة، حتى ولو تكون تشاهدها في الكون. عندما نقول المادة السوداء في الكون، لا أحد يشاهد المادة السوداء، لكنها في الحقيقة هي نوع من أنواع الطاقة الهائلة، هي ما هي مليئة في الحقيقة، لكننا نحتاج إلى جهد معين لاكتشافها لملئ هذا الفراغ. إذن قانون الفراغ من الناحية النظرية هو العامل إكس
كما ذكرت في كثير من المنابر، هو العامل إكس الذي أو العامل المجهول الذي ينبغي أن نفسر به، ونحتاج أن نفسر به أي نظرية في الرياضيات. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن قانون الفراغ معادلة رياضية، فإن العامل إكس المجهول في هذه الحالة هو قانون الفراغ. لا يمكن أن نتصور أو نتخيل أي معادلة رياضية إلا إذا تخيلنا وجود عامل إكس مجهول لا بد أن نستحضره في هذا التحليل. الفراغ أيضا هو هذه الحاضنة التي تسبق العصبية. العصبية لا يمكن أن تقوم إلا إذا كان هنالك منطقة أو جغرافيا سياسية أو فراغ، لا بد أن يكون هناك فراغ تقوم فيه هذه العصبية، تقوم فيه هذه الدعوة الدينية التي تكون في حاجة إليها العصبية. إذن لا يمكن للعصبية أن تقوم كما يراها ابن خلدون إلا إذا كان هنالك نوع من الفراغ، سواء كانت أشكال الفراغ الإيديولوجي والسياسي والعسكري والثقافي، هذه أنواع كثير من أنواع الفراغ، لكن الحالة الأساسية هي التي تفسر أو تكيف على أساس قانون الفراغ، هذا من الناحية النظرية. نعم. جميل. طيب في سؤال أكاديمي، هل نعم. هل الاستقراء الذي ذكرته استقراء شامل من وجهة نظرك، يعني غطيت التاريخ بشكل جيد؟ نعم، دعني أقول لك عزيزي أن الاستقراء في العلوم هو عادة لا يكون تاما، سواء في العلوم الشرعية، سواء في العلوم الإنسانية العادية، سواء في العلوم الرياضية والهندسية، الاستقراء دائما يأخذ بالغالب. نعم. يأخذ بالأغلبية. وقانون الفراغ كما قلت ولا تبحث عنه في التفاصيل اليومية. نعم. التفاصيل اليومية في التاريخ عندما تجتمع في الاستقراء، تجتمع بالاستقراء هي التي في النهاية تشكل الصورة النهائية لقانون الفراغ. القانون الفراغ يتشكل من الجزئيات ليعطيك الصورة الكلية في النهاية لتحكم أن هنالك قانون الفراغ. دعني أقول لك شيئا مهما وأساسيا ثم نناقش قضية التاريخ. من الواقع المعاصر الآن، أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية التي نشأت في منطقة، نشأت وأنا أقولها بشكل يعني يقيني وبشكل بكل اطمئنان، أن الولايات المتحدة الأمريكية نشأت في منطقة فراغ بعد انسحاب بريطانيا. نعم، قبل بريطانيا، عندما بدأت إسبانيا كإمبراطورية قديمة سابقا، عندما بدأ البحث عن طرق التجارة، وأدت هذه الطرق البحث عن الطرق التجارية إلى اكتشاف هذا العالم الجديد، دخل الإسبان ثم دخل البرتغال ثم استفرد الإسبان بعد البرتغال، ثم بدأ الإنجليز أول الرحلات والمجموعات التي وصلت إلى الولايات إلى أمريكا في تلك المرحلة بداية من القرن السادس عشر. ثم بدأ هنالك توفد الفرنسيون وتوفد الهولنديون وتوفد السويديون والإيرلنديون والاسكتلنديون، وكان هناك يعني كثير من الإسبان كانوا هم الأوائل طبعا، كثير من المجموعات التي انتقلت في إلى تلك المنطقة الفارغة والتي كانت بها مجموعة من الثقافات مثل الأستيك والحضارة المايا والإنكا، هذه المكونات الثلاثة التي كانت موجودة في تلك المنطقة كانت مكونات ضعيفة ومهترئة، وحتى من الناحية الثقافية ومن الناحية العسكرية ومن الناحية الاجتماعية والسياسية كلها كانت يعني مكونات ضعيفة جدا في ذلك العالم الفارغ الكبير. الولايات المتحدة بالطريقة التفصيلية التي ندرسها في التاريخ نشأت ضمن أو صعدت هذه المجموعات التي استطاعت أن تشكل عصبية فيما بينها، رغم اختلافها في اللغات، رغم اختلافها في الثقافات وفي الدين، يعني حتى الاضطهاد الديني الذي كان في أوروبا دفع كثير من البيوريتانيين إلى الهجرة إلى تلك المنطقة الفارغة لإنشاء مؤسسة دينية جديدة أفكار دينية جديدة. صحيح. كل هذه شكلت عصبية جديدة هناك، لكنها نشأت أيضا في منطقة كانت منطقة فراغ استكشفت حديثا. أضيف لك أيضا أن مثلا الاستيطان الإسرائيلي مثلا في بداية القرن الماضي هو استيطان ينبغي أن نقرأه ضمن النموذج الإفراغي الذي أسميه النموذج الإفراغي للمنطقة. النموذج الأمريكي كان نموذجا إفراغيا بأي معنى، نموذجا إفراغيا بمعنى أنه أفرغ المنطقة من الهنود الحمر، سواء بالقضاء عليهم، سواء بإبادتهم، سواء بإلغائهم، سواء إلغاء ثقافتهم أو وجودهم المادي الإنساني أو الوجود الثقافي والفكري والاجتماعي. أيضا الاستيطان الإسرائيلي في بداية القرن الماضي بدأ أيضا نفس العملية الإفراغ للمنطقة، ولذلك ظهرت كثير من المصطلحات الجلاء والطرد والتحويل والتغيير وإعادة التوطين وإعادة الاستيطان. إذا لا يمكن أن نتحدث عن قضية الاستيطان سواء
في الولايات المتحدة في بدا في في من القرن الرابع عشر فما فوق، أو في النموذج الإسرائيلي في بداية القرن الماضي، إلا لا يمكن أن نتحدث عن الاستيطان في كلتا الحالتين إلا إذا تحدثنا عن عملية الإفراغ بداية للجغرافيا من الناحية البشرية الإنسانية، ثم بعد ذلك من الناحية العسكرية، ثم تأتي من الناحية الثقافية بداية تغيير الملامح الثقافية والاجتماعية، ثم فرض الواقع السياسي والعسكري والديني بعد ذلك. إذن كل عملية استيطان لا بد أن تسبقها عملية إفراغ، لا بد أن تكون هنالك جغرافيا فارغة. هذا بالنسبة للنماذج المعاصرة. أما بالنسبة للتاريخ فأنا أترك لك، إذا عندك سؤال. نعم طبعا نعم في التاريخ هنالك، هو نعم الحقيقة تفضل. أنت غطيت كثير من الأسئلة التي كانت في البال، يعني كان في البال أن نتحدث عن تطبيق هذه النظرية إذا صح والمقولة على الواقع المعاش الآن، ثم الانتقال إلى التاريخ. أنت تعرضت لمسألة حالة الفراغ الموجودة في الوطن العربي تقريبا، لكن على مستوى العالم هل ترى حالة فراغ أيضا؟ الحقيقة أنا في النموذج الذي أتحدث فيه، لأنه هذا نموذج خاص طورته من خلال الملاحظة، وهي الملاحظة هي الأساس في هذا الموضوع. ولذلك أنا أقول أن حتى عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله هو الأساس في تفوقه في علم الاجتماع والتاريخ، هو قوة الملاحظة. بمعنى أن عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله لم يكن يختلف من الناحية التاريخية وسرد الأحداث عن الطبري أو ابن كثير أو فلان أو من المؤرخين القدماء، إلا هناك من كتب أكثر منه من الناحية الكمية في التاريخ، لكن الملاحظة أو استخدام أسلوب الملاحظات هو الذي جعل فعلا ابن خلدون يتميز من الناحية الاجتماعية ومن الناحية التاريخية وطريقة تناوله للتاريخ. هذا النموذج الذي أتحدث عنه ولا يقتصر على الثقافة العربية الإسلامية. قانون الفراغ كما ذكرت عندما تحدثت عن النموذج الأمريكي، هناك نماذج كثيرة في الثقافة الغربية، لكن بالنسبة إلي أغطي المرحلة التي سبقت ابن خلدون، بمعنى من بداية التاريخ الإسلامي وصولا إلى بالشكل الذي ظهر فيه الإسلام، وصولا إلى الدولة الأموية العباسية، ثم الدول الصغيرة الناشئة في لحظات أو لحظات التحول الكبيرة وليست التفاصيل التي هي فقط جزء، وصولا إلى الدولة الفاطمية وطريقة تشكلها، والعثمانيين والصفويين والقوى الكبيرة الفاعلة في العالم الإسلامي والتي احتكاك بالعالم الغربي في آنذاك، وصولا إلى القوى أو الدول الموازية التي نشأت في الغرب موازية للدول التي نشأت في الشرق، الإيوبيين والسلاجقة. هناك دول أيضا نشأت في الغرب، في الأندلس، في المرابطين، الموحدين، المرينيين، الدولة أو الدولة السعودية السلفية مع التجربة الوهابية السلفية التي نشأت في منطقة فراغ، ثم مرحلة الفراغ التي تغطي ما بعد الدولة العثمانية. دعني أقول لك إن هذا القانون هو إذا أراد الغربيون، المفكرون الغربيون، أن يشتغلوا عليه الآن، إذا أرادوا أن يستخدموه كما استخدموا قانون العصبية في السابق. وأنا أشير لكم إلى كتاب مهم جدا اسمه الحرب والسلم والحرب لصاحبه البروفيسور الأمريكي بيتر تيرشين. هذا تحت استثمر بشكل هائل جدا قانون العصبية لدى ابن خلدون في تفسير التاريخ الغربي من الرومان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر، مع تقديمه لقراءات مستقبلية هائلة. قانون العصبية وحديثه عن نشوء الإمبراطوريات ليست الدول، حديثه عن نشوء تيرشين أقصد، حديثه عن نشوء، هو الكتاب باللغة الإنجليزية موجود، نعم، حديثه عن نشوء إمبراطوريات في مناطق الصدع أو مناطق الأطراف، استخدم فيه بشكل هائل نظرية ابن خلدون في العصبية، وهو يصرح بذلك في تفاصيل الكتاب، ويبدي إعجابه بعقلية ابن خلدون وبطريقته وبفكرة العصبية التي هو يسميها الآن، تورشين يسميها العمل الجماعي المشترك، وفسر بها صعود الولايات المتحدة الأمريكية، فسرها بالعصبية المشكلة في بداياتها، في بداية نشوء الولايات المتحدة الأمريكية. هذا القانون إذا أراد الغربيون الآن أن يستخدموا قانون الفراغ كما قلت، كما استخدموا قانون العصبية، فبإمكانهم أن يطبقوه على التاريخ الغربي بأكمله، لأنه أنا على يقين أنه سينطبق بشكل تفصيلي. بالنسبة إليك كمثقف عربي مغربي أعيش في الغرب الإسلامي، لدي كثير من الملاحظات على تاريخ هذه المنطقة، كما لدي ملاحظات ناتجة عن قراءاتي لتاريخ المشرق أيضا، أضع هذا القانون في التطبيق
على الجانب الذي يتعلق بالتاريخ العربي الإسلامي وامتداداته التي تتعلق أحيانا بالدولة العثمانية بالدولة أو الصفويين مع الدولة التي نشأت في بلاد فارس أو دولة المماليك على اختلاف هذه التشكيلات أو التركيبات العرقية التي كان لها اتصال بالمجال أو المنطقة العربية والإسلامية. طيب إذا أردنا أن نضيف بعض دكتور كمال، يعني هو ربما أنا شخصيا لي يعني تحفظ على استعمال كلمة قانون في مجال العلوم الاجتماعية، ربما يعني لأني دارس لغة نفضل أن نقول قاعدة، لأن القاعدة لها ما يشذ عنها، لها شواذ، أما القانون فليس له شذوذ أو خروج، لكن مجازا أو تجوزا ممكن نستعمل مصطلح قانون. أقول هل بالإمكان قراءة التاريخ الإسلامي، ظهور الإسلام نفسه وفقا لهذا النموذج، وفقا لهذا القانون؟ نعم، دعني أقول لك أولا أن القاعدة نفسها لها شذوذ، حتى لو أطلقنا قاعدة الفراغ مثلا على أو قاعدة العصبية أو شيء، سيكون دائما القاعدة لها حالات استثنائية. نعم. أحيانا الاستثناء هو نفسه يتحكم في القاعدة، يصبح يتحكم فيها لأنه يجعلها تنطبق على شيء ولا تنطبق على شيء آخر، هو نفسه يكون يعني له سلطة معينة. قضية القانون هو لا يعني أنه كما قلت مضطرد في كل الأشياء، ولكنه هو يفسر كثير من الأشياء، وخاصة الأشياء التي لا يمكن أن تفسرها قضية العصبية. يعني هناك نماذج من الصعود في نماذج تاريخية وسياسية في الدول، وأنا سأرجع إلى قضية رجوع الإسلام، لا يمكن أن تفسرها إلا بالفراغ، لأن هنا قضية أو نظرية العصبية وقانون العصبية عند ابن خلدون يتوقف في هذه النماذج. مثلا كما ذكرت في بعض المنابر السابقة، عندما نتحدث عن صعود الدولة الأموية مرة أخرى من جديد في الأندلس، هنا لا بقى عبد الرحمن داخل، طبعا هنا لا يمكن أن نتحدث عن عصبية، لأن عبد الرحمن الداخل عندما عبر من المغرب إلى الأندلس لم تكن لديه عصبية قبلية، وأما موالي بني أمية هناك فكانوا ضعاف، لم يكن لديهم عصبية قبلية توازي ما كان للقيسية مثلا أو لليمانية الذين كانوا داخل يعني يخوضون صراعات طاحنة، وكانت هناك عصبية مفككة، وكانت هناك تشرذم وحالة انقسام هائلة وفراغ كامل في الناحية العصبية. إذن هو لم يجد عصبية قبلية بمفهوم الخلدوني، لكنه فعلا وجد حالة فراغ. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني نموذج المماليك. عفوا دكتور، عفوا، لما لا نقول أنه عبد الرحمن الداخل أوجد عصبية جديدة؟ بالضبط، هذا هو الذي أريد أن أصل، هو لم يبني على العصبية، ولكنه بعد نجاحه في استثمار الفراغ أعاد بناء العصبية الأموية من جديد، ولذلك هو استدعى أبناء عمه واستدعى يعني أسرته وعائلته وبدأ يوطنهم في الولايات ويزيح كل القادة القدماء الذين كانوا هم أسباب المشاكل وأسباب الحروب الأهلية، بدأ يعمل عملية توطين من جديد، الفراغ كما أذكر في الكتاب، ملء الفراغ من جديد. تمام. سواء عبر الشخصيات الأموية الجديدة التي استدعاها من المشرق أو التي كانت هاربة، أو عبر إعادة السياسات الإدارية والسياسات الاجتماعية والثقافية. نموذج الصارخ ذلك الذي يفسره الفراغ ولا تفسره قضية العصبية هو نموذج صعود المماليك على حساب انفجار العصبية الأيوبية في لحظاتها الأخيرة. المماليك لم تكن لهم عصبية قبلية. أنت تقول أن دولة المماليك ودولة الصفويين تستفزان العقل، ماذا تعني؟ بشكل نعم تستفزان العقل، لأن طرق الصعود مثيرة جدا للبحث. سأكتفي بالمماليك في هذه اللحظة. بالنسبة للمماليك لم تكن لهم عصبية قبلية، بمعنى أنهم لا ينتمون لعرق معين، هم ينتمون لأعراق مختلفة، أعراق متخاصمة في كثير من الأحيان. صحيح. تعرف أن المماليك درجات الخصومة بينهم كانت كبيرة جدا، لدرجة أنه مثلا ظاهر ببرس يعني قتل مثلا قطز، ومسألة القتل مثلا كانت عندهم عادية جدا بالنسبة للنظام السياسي المملوكي، كانت التخلص من الحكام والقتل مسألة طبيعية ومسألة تنتمي إلى تركيبة هذا النظام. إذن حتى على المستوى العصبية لم تكن لديهم عصبية واحدة، وليست لها عرق واحد أو قبيلة يمكن أن تحدث عن عصبية قبلية معينة أو نوع من هم لم يكونوا يمتلكون فقط إلا نوع من التعاون، لكن هذا التعاون كان ضيقا جدا، كان يسمى الخشداشية. الخشداشية بمعنى الأخوة، الخشداشية بمعنى الأخوة، بمعنى أن مجموعة من الممالك ينتمون إلى أستاذ مثلا معين، تكون بينهم نوع من الأخوة الكبيرة جدا، لكن هذا لا يمكن أن يرتقي إلى درجة العصبية. ولهذا عندنا ممالك بحرية، وعندنا ممالك برجية، وعندنا
أنواع كثيرة من الممالك. الممالك عندما صعدوا في البداية كانوا يمتلكون الشرعية السياسية وشرعية الحرب، فازوا على الصليبيين وهزموا المغول فامتلكوا هذه الشرعية. أما من ناحية القانون العصبي أو النظري لا تنطبق عليهم طبعا هذه المسألة، هذه المسألة لا تنطبق. التنظيمات الدولية الحالية الآن مثل القاعدة وتنظيم الدولة لا يمكن أن نتحدث عنهم عندما يوجدون في منطقة أنهم انطلقوا من عصبية. هذه التنظيمات المتطرفة عندما تذهب مثلا إلى العراق أو بين الحدود العراق وسوريا أو في أفغانستان، هذه المناطق التي يسمى مناطق فارغة، أو في صحراء مالي وما النواحي هناك عند تنظيم القاعدة والدولة، هناك السلفية الجهادية في تلك المناطق، هؤلاء لا ينتمون إلى عصبيات، لا يشكلون عصبيات، وإنما يستثمرون الفراغ في هذه المنطقة. والولايات دكتور المتحدة كمال طبعاً مدركة. دعني أتوقف عند هذه الجزئية، يعني هل تعتقد أن العصبية لابد أن تكون عصبية عرقية؟ ممكن يكون عندنا عصبيات إيديولوجية وعصبيات ثقافية إلى آخره، أنت تعرف ذلك. أنا هذا الذي أريد أن أصل، بمعنى أن طريقة تفسير ابن خلدون للعصبية التي يبنيها على القبيلة والدعوة الدينية ليست كافية، لابد أن تكون هنالك أنواع أخرى من العمل المشترك. وبهذا هذه المناسبة لابد أن نؤكد على أن التعامل مع ابن خلدون بمنطق الاستسلامية وبمنطق التسليم هذا مضر جدا بفكر ابن جميل. خلدون وبفكرة ابن خلدون من الناحية الاجتماعية. نموذج العصبية الخلدوني طرأت عليه تغييرات كثيرة جدا، طرأت عليه تغييرات كثيرة جدا. بيتر تورشين هذا الذي يتحدث عن السلم والحرب والسلم في كتابه بالنسخة الإنجليزية، هذا يتحدث عن العصبية بمعناها الجديد، يتحدث عن العصبية بتجلياتها الجديدة بمعنى العمل الجماعي المشترك، مثل العصبية التي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. أكثر من ذلك هنالك مؤسسات دولية ضخمة، شركات عالمية، هذه تتمثل نوع من العصبية. هذه الشركات يعني عندها قدرات على التحكم في السياسات العالمية من الناحية السياسية والعسكرية والإدارية والمالية والإعلامية، ولديها عشرات الآلاف من الموظفين. هذه أيضا تدخل في أنماط العصبية الحالية في القراءة الجديدة. إذن هذه التنظيمات التي نشاهدها، التنظيمات المتطرفة هذه التي تنتشر في العالم، هي أيضا تشكل بعض الأنواع من أنواع العصبية، لكن هي ليست العصبية الخلدونية، ليست بمعنى العصبية القبلية التي ترتقي من القبيلة إلى الدولة. هذه الشكل من الأشكال هذا ليس بالسهل الآن العثور عليه، وليس بالسهل الحديث عنه، وإنما هو شكل موجود في التاريخ ويسمح ب قراءات أخرى كما قلت لك من القراءات المعاصرة. أعود لقضية صعود الإسلام، هذه هي النقطة المثيرة جدا، النقطة المثيرة جدا، وأن تجد أن الإسلام نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عندما بعث ووجد في مكة، كانت مكة منطقة مليئة ممتلئة من الناحية الدينية لأنها مركز ديني عربي، وممتلئة من الناحية العصبية لأنها مركز عصبي لعصبية قريش الشديدة القوية المعروفة في التاريخ وفي الثقافة العالمية ليست العربية فقط. هذا كان يفرض على الإسلام أن ينتقل إلى منطقة بقرار ذكي جدا، إلى منطقة فيها كل مقومات الفراغ، وكانت هذه المنطقة هي المدينة. هي المدينة، لأن المدينة كانت فيها تفكك في العصبية، فيها بعض القبائل وفيها يهود وفيها حروب وفيها صراعات كانت معروفة ومشتهرة، ولا يوجد فيها عصبية قبلية قوية. هناك منطقة فارغة استثمرت بشكل جيد وصعد الإسلام من هذه النقطة. هذا على مستوى المنطقة دكتور، لكن على مستوى العالم آنذاك ربما العالم كان في حالة فراغ. هذا مهم جدا، لأنه إذا أردنا أن نفهم هذا بدايات الإسلام في المدينة، أما إذا أردنا أن نفهم الاحتكاكات الأولى أو الصدامات الأولى التي خاضها الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية العسكرية، مع الإمبراطورية الفارسية ومع الإمبراطورية البيزنطية والروم الرومان الموجودين في الشام وفي غير الشام، والفرس في العراق وما بعد العراق، هذه الإمبراطوريات عندما نبحث من الناحية الاجتماعية لابد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في القرن السادس. لابد إذا أردنا إذن أن نبحث عن قانون الفراغ في هذه اللحظة، لابد أن نبحث عنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل بقرن، بمئة سنة. ندرس الحالة الاجتماعية لكلتا الإمبراطوريتين كما قمت به في هذا الكتاب. بالمناسبة هذا الكتاب يعني في الثقافة الغربية هذا النوع من الكتب تخصص له لجنة ويخصص له فريق عمل، لكن كما تعلمون في الثقافة العربية هذه المسألة ليست متأتية، وإنما قمت به بشكل طبعا فردي
ولهذا يأخذ وقت أطول ويأخذ والإمكانيات يعني تكون على حساب نعم، أشياء أخرى كثيرة، ربما يحظى لأن احنا طبيعتنا بندوات فيما بعد وقراءات أرجو ذلك ومراجعات أرجو ذلك أرجو ذلك. إن إذن شاء الله. أنا راجعت القرن الذي سبق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو القرن الخامس الميلادي، القرن الخامس الميلادي. هذا القرن إذا درسنا الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، وده موجود في كتب التاريخ من الناحية التفصيلية، وموجود في الكتب التي تعاملت مع تاريخ هذه المناطق، سنجد أن من الناحية الاجتماعية حالة المعدل التفكك كيف يمضي، وهو يمضي إلى الأسفل، وهذا انتبه إليه ابن خلدون. انتبه ابن خلدون في هذه المسألة بشكل ذكي جدا. لماذا؟ لأنه هو عندما كان يتحدث عن فتح المسلمين لبلاد للعراق في معركة القادسية وبعدها نهاوند التي كانت المعركة الفاصلة، كان يتحدث عن أعداد الجيش الإسلامي وأعداد الجيش الفارسي، وكان يقول أن الجيش الإسلامي، وابن خلدون كان يستغرب من هذه المسألة، كان يقول أن الجيش الإسلامي كان فيه 30 ألف مقاتل، والجيش الفارسي كان فيه ما حوالي 100 ألف مقاتل، كيف هذه الفئة 30 ألف تغلب 100 ألف؟ قال لأن عصبية الجيش الإسلامي كانت أقوى من عصبية الجيش الفارسي. هذا يحيل لك أنه إلى درجة كم عدد الأباطرة الفرس الذين حكموا في لحظات قصيرة جدا، كم تفكك الطبقة الأريستقراطية، الإشكالات الداخلية والأزمات الداخلية، حالات الفراغ الاجتماعي والسياسي والثقافي والعسكري التي نتج عنها هذا الانهيار. هو ليس غريبا في الحقيقة من الناحية التاريخية، التحليل التاريخي، هو انهيار مفسر، هو انهيار مفاجئ أمام قوة إسلامية صاعدة لإمبراطورية فارسية ضخمة، لكن هو انهيار مفاجئ نعم، لكنه ليس انهيارا مستغربا بالنظر إلى حالة التفكك التي يمكن أن تدرسها لقرن سابق يؤدي بك إلى هذه النتيجة التي تصل إلى هذا الفراغ الذي دخله المسلمون. وكانت هذه المعارك في سواء في نهاوند أو في القادسية كانت مقدمات فقط للتمدد في هذا الفراغ الفارسي الذي توغل فيه المسلمون بكل سهولة. نفس القضية تنطبق على الإمبراطورية الرومانية وحالة الفراغ الذي دخلته بشكل تدريجي مع التفكك السياسي والصراعات الدينية والإشكالات الداخلية والأزمات الاقتصادية، ثم بعد ذلك وصلوا إلى لحظة التحول الأساسية التي اصطدم معهم فيها المسلمون، وتتمكن المسلمون أن يستغلوا هذا الفراغ الذي وصلته العصبية الرومانية وتفككت. لأقول في النهاية إن الإسلام صعب، يعني كأنه قدرا إلهيا أنه جاء في لحظة فراغ دولي، في لحظة فراغ عالمي هائل جميل. لأكبر الإمبراطوريات الآنذاك التي هي كانت الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. جميل، بالعودة إلى الواقع يا دكتور، أنت قلت أنه العالم العربي اليوم يعيش في حالة فراغ بعد أن جرب كل الأيديولوجيات اليسارية اليمينية إلى آخره، هم الآن يعيشون حالة فراغ. ما الذي تتوقعه؟ من الذي سيملأ هذا الفراغ يعني في المستقبل القريب أو المتوسط في اعتقادك؟ الحقيقة هو الآن إذا أردنا أن نؤرخ للفراغ، نضع تاريخ للفراغ الحديث في العالم العربي، إذا أردنا أن نضع تاريخ محدد أو بداية دخولنا في حالة الفراغ، ولأن حالة الفراغ قد تمتد فترة معينة، قد تمتد ممكن أن تصل إلى قرن من الزمان، ممكن أن تكون أقل، ممكن أن تكون أكثر. هذه المسألة تتوقف على طبيعة ردات الفعل الاجتماعية التي تحدث في المجتمع. إذا أردنا أن نضع تاريخ معين لهذا الفراغ الذي دخله الاجتماع العربي والإسلامي، هو لحظة الدولة العثمانية فما بعد ذلك، منذ سقوط الخلافة العثمانية رخناه ب1929 مثلا، فإننا الآن منذ ذلك الوقت دخلنا في مرحلة فراغ. هذا الفراغ كان العنوان الأساسي فيه هو سقوط الشكل أو الرمز التاريخي للفكر السياسي والاجتماعي والديني للمسلمين. هذه المسألة لا يمكن أن نستشعرها نحن الآن الذين لم نعش أجواء الخلافة. نحن أنا وأنت والآخرين والمستمعين لم نعيش أجواء الخلافة، لم نستيقظ يوما لنرى أن هنالك خليفة في على العالم الإسلامي، لم نجد شخصا رمزيا يحكم كل بلاد المسلمين وكلمته تسري على بلاد المسلمين بشكل كامل، وهناك قرارات كبيرة جدا
الاتخاذ بشكل موحد في مجمل المنطقة، وهناك وحدة من الناحية الدينية أو من الناحية السياسية أو من الناحية العسكرية، رغم أنه حتى في التاريخ لم تكن بهذا المثالية، لكنها هذه الرمزية الكبيرة كانت في التاريخ. نحن الآن هذا الجيل في هذا القرن، نحن جميعا لم نستيقظ يوما في صباح وعندنا خليفة مثلا موجود في العالم الإسلامي، في العالم العربي والعالم الإسلامي، لذلك لا نستطيع أن نستشعر حجم هذه الخسارة التي مني بها الاجتماع الإسلامي، رغم رمزيتها فقط أو رغم شكليتها في كثير من الفترات التاريخية. منذ ذلك الوقت إلى الآن جربنا كثير من ردود الأفعال، كانت القومية رد فعل أساسية لفكرة سقوط الفكرة الإسلامية الجامعة، ولذلك سواء بالنسبة للأتراك الذين اتجهوا اتجاها قوميا أو بالنسبة للعرب الذين أيضا اختاروا أن يتجهوا اتجاها قوميا لأنهم أرادوا أن ينفصلوا عن الأتراك الذين كان يجمعهم بهم الفكرة الإسلامية الجامعة، ردة الفعل الأساسية بعدها في دخول الفراغ كانت هي الاتجاه نحو الانغلاق القومي. طبعا جربت القومية، جربت القومية العربية، جربت الأتراك، جربوا القومية التركية، كانت لها كثير من الخسائر على مستوى الهوية الإسلامية، عزلتهم القومية عن المحيط وعن العمق العربي الذي الآن اقتنعوا بأنهم لابد أن يعودوا إليه، لابد أن يرجعوا، أن الجغرافيا الأساسية لتركيا هي المنطقة العربية والإسلامية بدون التقليل من شأن أوروبا طبعا، لكن القومية كردة فعل تركيا بعد سقوط الخلافة أدخلتهم في حالة عزلة سياسية، وبعد ذلك مضوا وقضوا مدة طويلة في هذه في منطقة رد الفعل إلى العقود الأخيرة حين بدأ هذا النوع من الانفتاح على الهوية وعلى المنطقة العربية والإسلامية. برزت أيضا كرد فعل على حالة الفراغ التجربة الإسلامية التي تم أو خاضها الإسلاميون على كل تشكلاته، من الإسلاميين المتطرفين إلى الإسلاميين الوسط، إلى الإسلاميين المعتدلين، إلى الإسلاميين سميهم ما شئت الليبراليين أو المصلحيين أو الإسلاميين بمعنى العقل أو بمعنى البراغماتية النفعية، كل هذه التصنيفات أيضا جربت. الآن المنطقة خضعت لكثير من الأفكار، بعضها مستورد مع اليسار، مع الرأسمالية، مع الليبرالية، وبعضها نشأ في هذه البيئة العربية الإسلامية مثل القومية العربية أو التيار الإسلامي. الآن بعد ما بعد التيار الإسلامي الآن هنالك مرحلة فراغ هائلة. بالنسبة للتوقع، التوقع الآن أنا لا أعتقد أنه سهل، ولكن يمكن أن نقول إن المستقبل لا يمكن لباحث جدي أو باحث جاد أن يقول لك أن المستقبل هو 1-2-3، هذا ضرب من الخيال وضرب من التنجيم. أما المستقبل الحقيقي الذي يمكن أن نرسمه هو أن نفهم التاريخ، عندما سنفهم التاريخ جيدا ستتضح الأمور في المستقبل بشكل جيد. أنا قصدت بسؤالي دكتور كمال، قصدت بسؤالي وأنا سأجيب. نعم. أنا سأجيب، تفضل. أنا سأجيب بشكل مقتضب. المستقبل يتوقف على انطلاق، في رأيي وتقديري، المستقبل القادم في هذا الفراغ كيف سينتج شيئا جديدا، يتوقف على بروز موجة قوية في منطقة لا بد أن تكون هذه المنطقة فيها دولة إقليمية. نعم. بغض النظر عن من هذه الدولة، بدون أن نشير إلى هذه الدولة، لا بد أن تكون هذه الدولة إقليمية وكبيرة، ولا بد هذه الدولة أن يتحدث فيها شيئان، أولا أن يتحدث فيها أن يتحدث عنها التاريخ، نعم، يكون لها وجود تاريخ قوي، وأن تكون هذه الدولة يعني تمتلك تاريخ، وأن تكون هذه الدولة تمتلك جغرافيا سياسية قوية جدا. وأنا دائما أقول الحقيقة أنا مقتنع أن التاريخ لا يعيد نفسه، الجغرافيا السياسية هي التي تعيد نفسها، نعم، وهي التي تعيد فرض شروطها الصارمة علينا. حيثما أنت موجود فالجغرافيا السياسية والشروط التي تفرض علينا هي التي تتحكم في الأحداث، أما التاريخ فهو لا يعيد نفسه، التاريخ يتوقف في مرحلة يستمر في بعد ذلك، لكن الجغرافيا السياسية هي التي تعيد نفس فرض نفسها علينا. أنا مقتنع جدا بهذه النظرية. بالنسبة إلي، لابد أن تنطلق موجة في منطقة معينة تكون تأتي من دولة إقليمية. إذا تحدثنا عن المنطقة العربية الإسلامية لابد أن تكون هذه المنطقة دولة إسلامية لها تاريخ كبير ولها جغرافيا سياسية هائلة، ولديها أكثر من هذا، لديها إرادة للتمدد ولديها إرادة للخروج عن الحدود. هنا سنبدأ نتحدث عن الموجة. إذا انطلق
انطلقت هذه الموجة، كم الزمن الذي هذا على ستأخذ المستوى للوصول السياسي طبعا، يعني نتحدث لا على المستوى أنا السياسي. أقصد على مستوى النموذج الذي يضم السياسة والثقافة والفكر والاقتصاد والجانب العسكري بالأساس، أخشى أن أنت تكون تقول إيران هي القادم لما يعني الانفراج. أنا أقول أن لا، هي لا تخشى أنت إيران أن تكون هي القادم، للأسف 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 للمرة الثالثة إيران حقيقة تستثمر الفراغات الموجودة في العالم صحيح العربي. الآن الفراغ في اليمن من اللي استثمره؟ إيران. صحيح الفراغ الموجود في جنوب لبنان استثمره إيران لنشوء حزب الله. الفراغ الموجود الآن في سوريا تستثمره إيران. هذه المناطق الفراغ التي تتحدث عنها الآن هي التي ستأتيها القوى الكبرى. لذلك أنا أقول هذه الشروط متى استجمعت في منطقة معينة سوف تنتج عنها موجة، هذه الموجة تأتي وتردداتها تظهر في المنطقة بعد ذلك. أنت في التاريخ هكذا يتحرك التاريخ، عندما ضربت موجة المغول وقعت الترددات في زمن المماليك في دولة المماليك، ووقعت يعني الترددات التي تحدث في شمال الصين أيام المغول هي نفسها التي وصلت إلى معركة عين جالوت في قرب القاهرة. هذه الترددات أساسية، ما يقع في طهران سوف تصل تردداته إلى مناطق قاسية جداً أطراف، وما يقع في تركيا سوف تصل تردداته إلى إفريقيا. ولهذا أنا أتحدث بمنطقة الموجات، لابد أن تكون هناك موجات تنطلق. ودعني أذكرك بشيء قاله جدنا ابن خلدون رحمه الله. ابن خلدون في اللحظة التي كان يعيشها كان تيمور لانك كما تعرفون، كان هناك تيمور لانك، كان هناك تيمور لانك قائد عالمي مشهور جدا. ابن خلدون فقيه مالكي في القاهرة في زمن المماليك، مؤرخ عالم اجتماع، يجلس في درس ثم يتحدث، وهذا نقله عنه ابن حجر ونقله عنه التلاميذ الذين سمعوه بآذانهم. قال ابن خلدون في لحظة معينة تحدث عن المستقبل، هو لم يكن يتحدث عن المستقبل في أي شيء، أنا لم أجد ابن خلدون يتحدث عن المستقبل إلا في مرة واحدة. نعم. وهذا الذي تحدث عنه في الذي كان هو مستقبلا في ذلك الوقت في وقته، أنا أذكر هذا الكلام بالمناسبة الحديث عن الموجات التي تأخذ زمن، تأخذ زمنا بعد انطلاقها. أنا في داخلي في قناعاتي أنا أعرف أنه هناك موجة انطلقت في آسيا الصغرى في الأناضول، أعرف هذه المسألة، أعرف أن هناك موجة، لكن لا زلت لا أعرف تردداتها أين ستصل. أنا لا أستطيع أن أقول لك تردداتها جميل. بالتفاصيل، لكن أعرف أنها انطلقت. وصلت. ابن خلدون كان يجلس في القاهرة في الزمن المملوكي ويتحدث إلى تلاميذه، يقول إنما أخشى على ملك مصر، كان هكذا يقول، إنما أخشى على ملك مصر من ابن عثمان، انتبه، من ابن عثمان. اللحظة التي كان يتحدث فيها كانوا العثمانيين قد خرجوا من هزيمة ثقيلة جدا جدا في معركة أنقرة عام 1402 على يد تيمور لانك، عجيب، ويعني وفعل فيهم الأفاعيل. يعني في اللحظة هذه التي يتحدث فيها ابن خلدون هي لحظة ضعف العثمانيين، لحظة انكسار هائلة، يعني حتى إلى درجة أنه أسر فيها السلطان العثماني، أسره تيمور لانك وأخذه معه في قفص، إلى الدرجة يعني كانت الهزيمة النفسية والعسكرية. ومع ذلك في تنبه. اللحظة في هذه اللحظة كان خلدون يقول في عز حكم تيمور لانك، كان يقول إنما أخشى على ملك مصر من ابن عثمان. في هذه اللحظة ابن خلدون لم يزر تركيا، لم يسبق له زار هذه المناطق، لم يكن على اطلاع مباشر بهذه المناطق أو بتفاصيلها، لكن عقلية الباحث الذي يعلق الأشياء على تحولات معينة يستطيع أن يقول أن هنا أن المستقبل يرتبط بأشياء، لكن لن يستطيع أن تقول هو هذا المستقبل. الذي ربط به ابن خلدون هو أنه كان يقول أن العثمانيين قادمين. كلام ابن خلدون هذا تحقق بعد 100 سنة، لأن تيمور لانك عندما هزم العثمانيين في معركة أنقرة 1402 ميلادية أخر دخول العثمانيين إلى مصر 100 سنة. 100 سنة بعد 100 سنة دخل العثمانيون إلى مصر المملوكية في نهاية المماليك، وأصبحت مصر ولاية عثمانية مرة أخرى وطرفا للدولة العثمانية. نعم، هذه الفكرة الأخيرة التي أو الملاحظة الأخيرة على قراءة ابن خلدون للمستقبل يمكن أن تضيف لصالح ابن خلدون المتهم بأنه نادرة. نعم، المتهم بأنه أخذ كثيرا من أفكاره عن إخوان الصفا كما يقول أحد المؤرخين، وللأسف الشديد لم يعد لدينا وقت لبحث هذه المسألة، نحن وصلنا إلى الختام. نعم، هي شوف أنا أريد أن أختم بأن قانون الفراغ هو ليس مرتبطا بابن خلدون ويتحدث عنه ابن خلدون، أما قانون الفراغ
يعني هو مستنبط. مشروع شخصي نعم يعني يتحدث عن ما قبل ابن خلدون وما ابن خلدون وما غيره وما بعد ابن خلدون. بالنسبة لي حديث عن كون ابن خلدون يأخذ من غيره، لأن الناس كلهم تأخذ من غيرها، لكن بهذه الطريقة أنه هو أخذ من، أنا لا أعرف أن إخوان الصفا مؤرخين، كانوا مؤرخين أو كانوا علماء اجتماع، أنا أعرف أنهم كانوا لا فلاسفة أخذ مقولات باطنيين يعني، ولكن معتقدات ليس هذا وقته. يعني. نعم ربما أحيانا من باب نجد فرصة أخرى أحيانا دكتور. ايوه نعم بعض الكتاب يحبون التميز او الصيحات الفارغه فيقولون مثل هذا الكلام. شكرا جزيلا لك دكتور، للأسف الوقت مرحبا مرحبا طاردنا اهلا يعني، وسهلا شكرا جزيلا. مرحبا بك أعزائنا اهلا وسهلا المشاهدين، كان معنا الدكتور كمال القصير المفكر العربي، ناقشنا معه مفهوم الفراغ أو قانون الفراغ في مقابل قانون العصبية لدى ابن خلدون. نرجو أن نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.